الناشطات الفلسطينيات يتحدثن عن همومهن وقضاياهن في برنامج نساء مؤثرات للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية كل ثلاثاء الساعة 1 ظهرا ويعاد الأربعاء والخميس الساعة 8 مساء. أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين، أحييكم باسم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية على الهواء مباشرة عبر شبكة وطن الإعلامية في هذه الحلقة الخاصة من برنامج نساء مؤثرات. تلعب المؤسسات النسوية دورا في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية لتحقيق العدالة والتنمية داخل المجتمع الفلسطيني وتأسيس بيئة أفضل في التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين والتدريب والتأهيل الملائم لمجابهة تحديات هذا العصر. وللحديث أكثر عن المؤسسات النسوية ودورها في التغيير، أستضيف معي في هذه الحلقة الضيفة رئيسة جمعية سيدات كراوة بني زيد الأستاذة سحر عرار، كما أستضيف معي الناشطة النسوية والمجتمعية الأستاذة إكرام إزبيدي. أهلا وسهلا بكم. كما وأعزائي المشاهدين، يمكنكم المشاركة عن طريق الاتصال على الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. في البداية ضيوفي الكرام، نحب أن نعرف ما هي المؤسسات النسوية وما هي أهدافها أستاذة سحر؟ في البداية بحب أحب تلفزيون وطن والمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية على هذه الحلقة المميزة. بدي أجاوب على السؤال. هذا المؤسسات النسوية هي نسيج من المجتمع الفلسطيني، وهي عبارة عن مجموعات من النساء تقوم بشكل عام على خدمة أهدافها وعلى خدمة المجتمع الفلسطيني بتحقيق أهداف مميزة إلها. وهذه المؤسسات تكون بشكل صغيرة كالمؤسسات في القرى، وتكون كمؤسسات كبيرة كما في المدن، وهي من أهدافها الأساسية رفع مكانة المرأة في المجتمع الفلسطيني سواء في القرية أو في المدن، وتنمية المرأة الريفية، وتمكين المرأة بشكل خاص تمكينها اقتصاديا، كما أنها تعمل على رفع مكانة الشباب كمان في القرية من خلال التدريب والتأهيل والتنمية ودخولها في مجتمعات في مؤسسات مشاركة. تقوم هذه المؤسسات والتشبيك بالتشبيك معها والتواصل حتى تصل إلى أهدافها الحقيقية بتحقيق حقوق المرأة كاملة. حسناً، بعدما تعرفنا على ما هي المؤسسات النسوية وما هي أهدافها، أستاذة إكرام، كيف تطورت المؤسسات النسوية عبر المراحل الزمنية والأحداث التي عاشها الشعب الفلسطيني عامة والمرأة بشكل خاص؟ في البداية تحية لك ولجميع المتابعين. بصراحة إجابة على هذا السؤال، إجابته كبيرة وواسعة جدا، ولا أستطيع حصر هذه الإجابة بصراحة بمدة معينة، لأنه منذ عام 1936 والمرأة الفلسطينية قامت بتأسيس الاتحاد النسائي، وكان هو النواة الأولى والأساسية لإظهار دور النساء الفلسطينيات في المجتمع الفلسطيني، وتوالت الأحداث التاريخية والأدوار التي أثبتت فيها المرأة الفلسطينية دورها وأثر هذا الدور في المجتمع الفلسطيني. كانت شريكا حقيقيا في الانتفاضة، وهي حجر الأساس في المقاومة الشعبية وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني أينما وجد. المرأة الفلسطينية كما ذكرت في وثيقة إعلان الاستقلال التي صدرت عام 1988 وصفت بأن المرأة الفلسطينية هي حارسة نارنا الدائمة، وهذا تأكيدا على الدور البطولي والإنجازات الحقيقية التي عبر التاريخ التي يتذكرها الجميع من في المقاومة وفي إنجازاتها المجتمعية والاقتصادية. هناك نماذج حقيقية للنساء، هي قدوة لكثير في كل العالم وفي كل المجتمعات. إذن بعد تطور المؤسسات النسوية على مر التاريخ وعلى مر الأحداث التي عاشها الشعب الفلسطيني، أصبحت هذه المؤسسات هي جزء من النسيج الاجتماعي للمجتمع. فأستاذ السحر، حدثينا أكثر عن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات على أرض الواقع لكي تصبح هي جزءا من هذا النسيج. يعني دائما المؤسسات هي بتشبك مع المؤسسات المجتمع المدني الكبيرة من خلال ورشات العمل، التوعية
لتمكين الشباب وتمكين المرأة في القرى الريفية وفي المدن كمان، من خلال دورها في الصحة. المرأة أصلا تخدم في الصحة، المرأة تكون دورات تدريبية ثقافية مجتمعية، وتكون كمان مشاركة في الحياة السياسية من خلال الانتخابات. نلحظ دائما كيف أن المرأة هي عنصر فعال في المجالس القروية، وتطمح دائما إلى صنع القرار، أن تكون هي عنصر فعال في صنع القرار ومشاركة الرجل، والرجل دائما يكون هو بجانب المرأة في هذه المراحل التي تمر فيها وتطور نفسها من خلال التوعية ما قلنا، والصحة والتثقيف الاجتماعي والتثقيف الصحي والسياسي. ودائما إن شاء الله أنه بتكون المرأة ناجحة في مراحل العمل جميعا. تمام، نقول الفهم الخاطئ لمفهوم المؤسسة هو أحد المعيقات التي تواجه المؤسسات النسوية. أستاذ إكرام، برأيك ما هي أهم المعيقات التي تحد من تطوير المؤسسات النسوية في المجتمع الفلسطيني بعيدا عن المفهوم الخاطئ للمؤسسة النسوية نفسها؟ صح، إلى جانب المفهوم الخاطئ اللي ذكرتيه عزيزتي، هناك الكثير من المعيقات التي تعيق تقدم المرأة أو تطور دورها في المجتمع. على أبرز هذه المعيقات هو الاحتلال الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس كافة السبل والطرق والانتهاكات بحق النساء الفلسطينيات وبحق شرائح المجتمع الفلسطيني الذي تأثر بضرره المرأة الفلسطينية بشكل أساسي، فهي أم الشهيد وأم الأسير، وهي التي تعاني مع ابنها الجريح، وهي المتضرر الأكبر من هذا الاحتلال. بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من المعيقات الداخلية التي لا نستطيع إخفائها ويجب ذكرها بكل صراحة، أن الانقسام الفلسطيني الداخلي هو أحد المعيقات الأساسية التي تعيق دور النساء ودور المؤسسات النسوية، وبالتالي هذا الانقسام وصلت روافده وأضراره إلى كل شرائح المجتمع بما فيها المؤسسات النسوية. كما أن الصورة النمطية والمجتمع الذكوري والبطريركي هو من المعيقات الأساسية التي تحد من ابتكار النساء وخروجهن عن المألوف وإبداعهن وإيجاد مساحة لهن في هذا المجتمع. فلا نستطيع إنكار أن العادات والتقاليد والمجتمع الذكوري ساهم في إعاقة الكثير من النساء المبدعات اللواتي لديهن القدرات والإمكانيات. وأريد أن أذكر آخر هذه المعيقات الأساسية، يمكن القول بأن القوانين الفلسطينية هي أحد المعيقات التي تعيق النساء وحقوقهن ودورهن، لأن للأسف الشديد هذه القوانين لا زالت مجحفة بحق النساء. إذن هنا يأتي أو يظهر أهمية دور المؤسسات النسوية في رفع الوعي تجاه هذه المعيقات، لنأمل أن تقدر أن تتحدى لو بعض منهن داخل المجتمع. ورجوعا إلى الفهم الخاطئ للمؤسسات النسوية، أستاذ صحر، أن البعض يعتقد أن المؤسسات النسوية هي فقط خاصة بالنساء، وأن العمل بها هو عمل ينفرد فقط للنساء. فأريد أن تقولي لي عن دور الرجل في دعم ومشاركته في المؤسسات النسوية كونك رئيسة جمعية. برأيي أنه هذا الدور اللي إحنا بنشتغله كمؤسسات هي تعمل الرجل إلى جانب المرأة، لأنه الرجل له إيجابياته الخاصة فيه وإله مفاهيمه وتغييره في المجتمع كما هو يفهم، والمرأة كمان إلها إيجابيات. يعني إحنا ما بننكر دور الرجل بجانب المرأة، لأنه يعني هو مشارك، لأنه هاي المؤسسات هي لما بدها تودي مثلاً وراء النساء في اجتماعات أو في تثقيف أو في تدريب، يجب أن يكون الرجل في جانب النساء. ما بنأخذ إحنا دور المرأة لحالة في الاجتماعات، لا، بنكون معنا رجال نسعى إلى هذا حتى يكون هناك دور فعال للرجل والمرأة، يعرف إنه هاي المرأة وفي دورها في المؤسسات. ليس خاطئ أن تطلع وتروح وتيجي على المؤسسات، بالعكس، بل هي تكون فعالة وتنجح في دورها وتكون مميزة في رفع ثقافتها الاجتماعية والسياسية، ويكون هذا المجتمع هو مجتمع راقي
لا ينظر إلى المنظومة التقليدية للمرأة اللي إحنا منعرفها، بل إحنا لازم إحنا نرجع إلى التغيير المجتمعي، يكون هو مجتمع أفقي ليس ذكوري، ويكون هذا الرجل هو مشارك للمرأة في دعمها لحتى تنجح وتصل إلى صنع القرار ولا تحقيق هدفها الفعال في المجتمع. أستاذ إكرام، هل لديك رأي في هذا الخصوص؟ بصراحة أود التأكيد على أنه الفكر النسوي هو فكر عام، قد يكون فيه بعض المفاهيم أو النظريات الصحيحة والخاطئة، فهذا مفهوم أو هذه نظريات وضعها بشر، وبالتالي هذه النظريات قد يتبناها رجل وقد تتبناها امرأة، وبالتالي الفكر النسوي كفكر ليس حكر على النساء فقط، وإنما كل شخص يؤمن بدعم الفئات المهمشة، وكل شخص يؤمن بضرورة النهوض بالمرأة من أجل تطوير المجتمع، لأنه يؤمن بأنه بنهوض المرأة تتحسن حياته وينعكس ذلك على حياة جميع أفراد المجتمع، هو يمكن أن ينخرط في المؤسسات النسوية، وإنها ليست فقط حكرا على النساء فقط. أيضا هناك ضعف في مواجهة التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية بشكل عام، بالإضافة إلى أن بعض المؤسسات النسوية هي مجرد أسماء وهياكل غير فاعلة تستغل اسم المرأة في المتاجرة في قضايا المرأة فقط عبر الإعلام لكسب رضا الممول الأجنبي وأيضا لتماشيا مع سياساته. فأستاذ إكرام، هنا السؤال القوي، هل تخضع المؤسسات للرقابة، وهل يوجد دعم وتعاون من قبل المؤسسات الحكومية مع المؤسسات النسوية؟ خلينا نحكي إنه نكون صريحين أمام أنفسنا ونعترف إنه هناك بعض الجهات والأشخاص والمؤسسات التي أساءت استخدام أو التعاطي مع المؤسسات النسوية أو الفكر النسوي أو القضايا التي تعمل أو التي تهم النساء، وبالتالي لا أستطيع إسقاط هذه التجربة أو هذه النماذج على جميع مؤسسات المجتمع المدني. هناك مؤسسات حقيقية تسعى للتغيير، تبذل جهدا كبيرا من أجل تحسين واقع النساء، وبالتالي النهوض بالمجتمع بجميع طوائفه وبجميع أشكاله وبجميع أفراده، وبالتالي هناك رقابة حقيقية من الوزارات أو المؤسسات الحكومية على عمل المؤسسات، وهذه الرقابة فيه أكثر، هناك أكثر من جهة رقابية تراقب على عمل هذه المؤسسات، ولكن أنا برأيي أن هذه الرقابة لا زالت محصورة في الرقابة المالية. أنا أطالب بفرض مزيد من أشكال الرقابة على هذه المؤسسات لتمتد إلى الرقابة الإدارية والرقابة المهنية والرقابة في التنفيذ في الميدان أو في الأنشطة، ولا يقتصر نوع الرقابة على الأمور المالية فقط. أما فيما يتعلق بالتعاون ما بين المؤسسات النسوية والجهات الحكومية، هناك علاقة بحاجة إلى مزيد من التنظيم، بحاجة إلى مزيد من الوضوح. نحن نسعى للنهوض بالمجتمع من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس على حدود 67، كما تسعى كل الأطراف المهتمة والمعنية بتحقيق نتائج حقيقية على أرض الواقع وتحسين المجتمع الفلسطيني، ولكن هذه الجهود التي يبذلها الجميع أحيانا لا تلتقي ولا تتكاتف في نقطة معينة ونقطة واحدة. تكثيف الجهود يعني نتائج أفضل ونتائج أسرع، وبالتالي نحن نطالب بمزيد من التعاون مع ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى والمؤسسات الحكومية، مع أن المؤسسات الحكومية يعني تعمل في نقاط مشتركة ونقاط مشتركة مع المؤسسات النسوية. أيضا كما نعلم أن فلسطين قامت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات متعلقة بالمرأة والعمل جاهدة على موائمتها لتكون ضمن القوانين الداخلية لدولة فلسطين. فسؤالي إليك أستاذة سحر، هل القوانين وحدها كافية لحل مشكلة المرأة ولحل مشكلة واقع المرأة في مجتمعنا الفلسطيني؟ طبعا لا. ليش لا؟ لأنه بدنا إحنا تحديث للقوانين.
بدنا وصول المرأة تكون لصناع القرار، نطالب دائما وصول المرأة لصناع تطبيق هاي القوانين، تشارك المرأة في تطبيق القوانين، في التخطيط، في التنمية، في تنظيم هاي القوانين، يكون إلها دور فعال في المجتمع، يكون عندنا مثلا قضاء فعال، قضاء عادل، في مساواة لحقوق المرأة، كيف هي بدها تصل لحقوقها، مش تكون مماطلة في المحاكم بعد 10 سنين و20 سنة حتى هي تحصل حقوقها، بالعكس هاي المرأة هي بذاتها بتمل بالأخير لما بتطالب في قضية ما، وهذا الرجل دائما لازم يعني هي بسعى من خلال هذه المنظومة اللي احنا بنحكي فيها انه هي ما تأخذ حقوقها، بالعكس احنا بنطالب انه تفعيل هاي القوانين حتى تتفعل على أرض الواقع، يكون لها حقوق ويكون لها أهداف واقعية تعمل دائما الى تحقيق قوانين تنجح المرأة على الاقل، يعني لما تطلع على صنع القرار يكون هناك في لها دافع انه هذا القانون، هذا البند من 20 اللي احنا بنحطه احنا في الكوتا النسوية من 20 ل 30 يكون إشي واقعي مثبت، مش احنا تضل الطابه، يكون هناك لما بدها ترفع هي قضيه انها تلاقي انه قضيتها فيها مناصره، مثلا النقابيات في رياض الاطفال ناخذ مثلا هاي القضيه لهم مش مثبت، ليش ما يكون هناك في حقوق مثبته؟ ليش انت تطالب في الرقابة وفيش رقابة على رياض الأطفال؟ فيش المرأة بتاخذ 400 و500 فيش رقابة، السلطة ما بتشتغل على هاي تثبيت القوانين في على قواعدها، بيضحكوا عليهم بيطلعوهم بفصلوهم ويكونوا يا حرام يعني إشي محزن جدا كمثال، يعني المرأة في حقوقها، النقابة المرأة في الميراث كيف هي أخوها بيضحك عليها بكلمتين عشان هي ما تطالبش في، ليش ما يكون إشي موثق؟ هذا قانون موثق للنساء إنها هي لازم تاخذ إرثها سواء طلبت ولا ما طلبت، ويكون هو إلى استحقاق إلها خاص إلى من الدولة. منشان هيك إحنا دائما نرتقي إلى مجتمع، نقضي على المجتمع الذكوري، نرتقي إلى المجتمع الأفقي اللي بيعمل على صلاح على تثبيت حقوق المرأة في كل المراحل الحياة اللي إحنا بنعيشها، وبنتمنى إنه القضايا تكون دائما ناجحة منصفة للمرأة لأنها مظلومة فعلا. إذن هنا أكدنا على موضوع إنه وجود القوانين وحدها غير كافي، يجب أن يكون هناك رادع وتفعيل حقيقي لدور المنظومة القانونية، كما أن تفعيل لتوعية المجتمع لكل الفئات، وأهم شيء أهم نقطة أن المرأة هي شريكة الرجل وليست ندلة. نلاحظ أن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني هي تؤثر على الرجل والمرأة على حد سواء، ولكن هنا المرأة هي المتضرر الأكبر من هذه الظروف، وتصدير الأزمة الحالية باتجاه المنظومة التشريعية في الوقت الحالي هو غير كافي. فأستاذ إكرام، ما هي أهم القضايا وأهم السياسات التي يجب على المؤسسات النسوية العمل بها لكي تحسن من واقع المرأة، لكي يتميز بالمساواة والعدالة الاجتماعية في المجتمع التي تعيش فيه؟ في البداية للتغلب على هذه المعيقات التي تواجهها كل المؤسسات النسوية أو كل شخص مهتم بتحسين واقع النساء الفلسطينيات، يجب بشكل أساسي توحيد وتنظيم الجهود المبذولة فيما يتعلق بقضايا النساء. هناك عدد كبير من المؤسسات، الجهود مبعثرة، الأنشطة متفرقة، وبالتالي التغيير على أرض الواقع يتطلب وقت وجهد كبير، وبالتالي نتائج هذا العمل غير واضحة بسبب هذه الكثرة وعدم التنظيم. وبالتالي أول شيء نطالب فيه هو تنظيم الجهود ما بين المؤسسات وجميع الفئات أو الجهات المهتمة بتحسين واقع النساء الفلسطينيات. أما الشيء أو العمل الآخر الذي يجب دائما أن نركز عليه وهو منظومة القوانين الفلسطينية. منظومة القوانين الفلسطينية بشكل أساسي هي مستمدة من القانون الأساسي الفلسطيني، وهو الدستور الذي نعتبره فلسطينيا، هو دستورنا الفلسطيني. وبالتالي لا زالت المرأة في هذا القانون الأساسي تعتبر مواطن درجة ثانية، وبالتالي هذا ينعكس على جميع القوانين التي المعمول فيها في فلسطين بما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل. وبالتالي يجب أن نسعى دائما إلى تعديل القانون الأساسي بالتعاون مع اللجنة الدستورية الفلسطينية بما يتلائم مع حقوق النساء
ثم العمل بشكل واسع إلى رفع القوانين، مستوى القوانين الفلسطينية إلى سقف المعاهدات الدولية التي وقع عليها سيادة الرئيس، وذلك لضمان حقوق النساء وضمان حصولهن على هذه الحقوق. كما أن وجود هذه القوانين فقط لا يكفي، نحن بحاجة إلى استكمال هذه المنظومة بقوانين رادعة وعقوبات رادعة للأشخاص الذين لا يحترمون هذه القوانين ويتجاوزون هذه القوانين، بالإضافة إلى إنشاء جهات رقابية حقيقية لضمان تطبيق هذه القوانين، لأنه القانون وحده لا يكفي، يجب المتابعة تطبيقه، يجب الإشراف على تطبيقه، يجب وضع قوانين تضمن تطبيقه، ويجب وضع جهات رقابية لضمان استمرارية التطبيق وعقوب ومعاقبة الأشخاص المخترقين لهذه القوانين. هل هناك آليات أخرى للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية أستاذي سحر؟ يعني إحنا كدورنا في مؤسسات صغيرة في المجتمع الفلسطيني نسعى دائما إلى رفع مكانة المرأة من خلال التوعية والتدريب والتأهيل، تأهيل الشباب. الشباب إحنا لازم نركز عليهم بشكل فعال سياسيا وثقافيا واجتماعيا، ونمكنهم في المشاريع الاقتصادية والإبداعات من خلال المبادرات الإبداعية اللي بيشتغلوا فيها. هناك هذا العنصر نغير في الفكر المجتمعي، أنه يكون عندنا فكر شبابي فعال في المجتمع، لا نضلنا على العنصر التقليدي اللي إحنا في مشاريع صغيرة لا تكفي الاستمرارية فيها والعمل فيها. فدائما إحنا مننهض أنه إحنا نفعل الشباب، خصوصا إحنا في المرحلة الحالية هاي خصوصي لازم ندور فعل الشباب، مبادرات وتمكين مشاريع إبداعية تنهض بالمجتمع بواقع بتغييب التغيير من خلال هذه الشباب. ونتمنى أن النجاح يكون دائما للشباب، لأنهم هم قادة المجتمع. إذا إحنا زرعنا صح بيطلع مجتمع سليم ناجح إن شاء الله، في مجتمع فلسطيني سليم. إذن ما هي توصياتكم للنساء وللمؤسسات الحكومية والنسوية ولصناع القرار أستاذ إكرام؟ يعني التوصية الأهم أريد توجيهها إلى كل النساء الفلسطينيات، يعني يجب أن نعترف بأنه إذا كان لديك هدف، بما أنك تعيشين في هذا المجتمع الذي فيه الكثير من المعيقات، تحتاجين إلى بذل جهد مضاعف من أجل تحقيق هذه الأهداف. وبالتالي علينا دائما السعي والمحاولة والمثابرة من أجل تحقيق أهدافنا وتحقيق طموحاتنا كنساء في هذا المجتمع. وبالتالي على النساء دائما دعم بعضهن البعض، مساعدة بعضهن البعض، لأن في هذا التضامن والتعاون هو من هنا يبدأ التغيير. أما فيما يتعلق بصناعة القرار وصناع القرار، النساء لازلنا يعتبرنا أعداد، مشاركتهن مشاركة عددية رقمية بشكل عام، يعني بنقدرش نجمل انه نسبه كبيره من النساء ووجود النساء في مواقع صنع القرار هو وجود شكلي وليس وجود فاعل. وبالتالي يجب تغيير ووضع السياسات لضمان مشاركه حقيقيه وفاعله للنساء في صناعه القرار، لانهن لهن دور كبير في هذا المجتمع، ويدركن احتياجات ومتطلبات للمجتمع تغيب عن بال الكثير من السياسيين الذكور والرجال. كما أن بصراحة النساء بحاجة إلى حيز في مواقع صنع القرار وفي الحياة السياسية وفي المجتمع. وبالتالي على صناع القرار خلق المزيد من المساحة للنساء وإدماجهن في عمليات التخطيط في المشاريع التنموية والتنفيذ الحقيقي المشاريع التنموية المتعلقة في النساء، وعدم الاكتفاء فقط بشعارات رنانة ووعود لا تطبق على أرض الواقع. أستاذ السحر، هل لديك توصيات خاصة للمؤسسات النسوية؟ في توصية بقدر أحكي أنه إحنا لازم نحث المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني الكبيرة، إنها دائما تمول المؤسسات الصغيرة،
لأنه هاي المؤسسات هي مؤسسات مهمشة وعيد عن مماكز المدن، والمرأة نادرا ما تطلع يعني برا تتواصل مع المجتمع المدني. فالتوريد المالي لهاي المؤسسات هو بيعملها مشاريع بتقدر هي تحسن فيها وضعها الاقتصادي، ترفع من دخل الأسرة، وتكون مشاركة للرجل، وتعزز ثقتها بنفسها، وتكون ناجحة في مجتمعها. بتمنى على المؤسسات الممولة إنها دائما تسعى إلى التغيير في المجتمع من خلال الشباب والمرأة، ودعم هاي المؤسسات الصغيرة حتى تكون هي فعالة في مجتمعها. بالإضافة للي حكته الست سحر، بصراحة علينا دائما السعي من أجل إخراج المرأة من صورتها النمطية. للأسف الشديد لا زالت توضع المرأة في مجتمعاتنا في قوالب معينة وفي زوايا معينة. أي على سبيل المثال إنه مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء لا زالت تقتصر على الخياطة، الزراعة، المشاريع التقليدية. أنا لا أقول أن هذه المشاريع ليست مهمة، وأنا أعترف بأن هذه المشاريع فتحت الكثير من المنازل ومكنت الكثير من النساء من الظهور إلى المجتمع والخروج للحيز العام وتنشئة عائلات ممتدة من هذا النوع من التمكين. ولكن نحن الآن بحاجة إلى البدء بالتفكير خارج الصندوق، تشجيع النساء على الابتكار، على الإبداع، إعطاهن مساحة لمشاريع جديدة، تنموية جديدة حقيقية، لكسر الصورة النمطية المعروفة عن دور المؤسسات النسوية القاعدية في الأرياف. لأنه الكثير، هناك الكثير من الطالبات والشابات، الخريجات، الجامعيات، اللواتي بحاجة إلى دعم هذه المؤسسات من أجل تحقيق أهداف وأحلام لهن في هذا المجتمع وفي هذه البيئات. إذن نأمل بتغيير واقع جذري للمرأة الفلسطينية من خلال تعاون المؤسسات النسوية وتمكينها تمكينا اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا، تمكين بمعنى التمكين اللازم والتمكين الجذري المناسب لمكانة المرأة في المجتمع. إذن في نهاية هذه الحلقة أشكركم أعزائي المشاهدين على المتابعة، كما أشكر ضيوف الحلقة الأستاذ سحر عرار والأستاذ إكرام زبيدي. شكرا لكم، ونلقاكم في حلقات قادمة. الناشطات الفلسطينيات يتحدثن عن همومهن وقضاياهن في برنامج نساء مؤثرات للمركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية، يأتيكم عبر شبكة وطن الإعلامية كل ثلاثاء الساعة 1 ظهراً، ويعاد الأربعاء والخميس الساعة 8 مساءً.